وهنحاول نجيب كمان الأستاذ محمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، وأفهم أولا من الأستاذ أيمن محفوظ. أستاذ أيمن معانا؟ أستاذ أيمن، أستاذ أيمن، أهلا يا فندم. كل سنة وانت طيب. طيب علي الباشا، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. قول لي، قدمت بلاغا ليه ضد فيلم الديزل؟ أنا ما قدمتش بلاغ، أنا قدمت إنذار على يد واحدة للسيد رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بصفته. ليه؟ لأن الفيلم اكتشفت فيه إن فيه اكتشفت فيه حاجات يعني مش لطيفة، زي مشاهد العنف اللي كانت موجودة فيه، زائد ان كان في اشاره كده، شويه مشاهد كده على جنب ما لهمش اي لازمه ولا لهم علاقه بالدراما ولا حاجه، بتقول ان رجال الامن بيتعاونوا مع المجرمين ويساعدوهم ويتستروا على الجريمه، لدرجه ان البطل في الفيلم بيقتل اكتر من 20 30 واحد، وفي اخر الفيلم ما فيش سيئه للشرطه المصريه، واحنا دلوقتي في ظروفنا دي ظروف صعبه. بقيت ال 20 30 وفي نهايه الفيلم مفيش مساءله يعني. مفيش مساءله. وانا اكتشفت كمان حاجه، يعني حتى ان المشاهد اللي البسيطه ديت ملهاش اي دور في القصه ولا ليها دور في السياق اطلاقا. حتى كمان يعني لو كان ليها اي تاثير في الاحداث لا. فطلبت من السيد رئيس هيئه الرقابه على المصنفات الفنيه بصفته ان هو يحذف هذه المشاهد اللي بتمثل صورة من صور العنف الشديدة وصورة من المحاكاة طبقا للقانون، أنا ما تعديتش القانون. شوية مشاهد عنف زيادة أنا بقول يقللها، وزائد المشاهد اللي هي تعاون الشرطة مع المجرمين وجعل المجرم في صورة البطل، دي ده شكل يعني ما يصحش ويسيء للشرطة المصرية طبعا يعني يا فندم. وأنا حريص على بلدي وحريص على شرطتي. ايوه، البعض هيقول لك ده عمل فني، خلينا نوب بس. البعض هيقول لك ده عمل فني ولا يحاكم بهذه الطريقه يعني. يا فندم احنا اتكلمنا قلنا ان الابداع لا يتعارض مع حقوق الوطن. ايه الابداع؟ ان مشاهد ليست في السياق على الاطلاق، واللي شاهد الفيلم ياكدوا هذا الكلام، مشاهد مجتزئه ومقترة من الفيلم على الاطلاق. فجأة نلاقي الضابط قاعد مع البطل ويقول له انت مجرم وسوابق وتساعد، وكمان بيذكر احد الجهات السيادية في الفيلم بشكل مباشر ان هم بيتعاونوا مع المجرمين من يعني طبعا، ومش شايف ان ليه دور، يعني الكلام ده ملوش اي دور. والمجرم اللي وبعدين ده يا فندم القانون بيقول ان المشاهد دي لا يمكن ان تكون، انا بتكلم باسم القانون، المشاهد دي لا يمكن ان تكون في اي عمل فني مصرح به من الرقابه لانها تمثل المحاكاه. ثانيا رحت فين يا استاذ ايمن؟ ايوه يا فندم. اتفضل. شكل الخمره كل جازة الخمرة أو كاس الخمرة أو بيتعاطى الخمور في جميع مشاهده بلا أي داعي. أنتوا بتصدروا لشبابنا إيه؟ إن الخمرة هي سبيل للوجاهة وسبيل للتفكير السديد. طيب يعني أنت شايف إن هي نفس التوليفة اللي بيشتغل عليها محمد رمضان على طول، يعني البلطجة و هي 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 نفس التوليفه ونفس الخلطه يعني. وكمان ايه بالتعاون مع السبكي، يعني السبكي ومحمد رمضان هينتجوا لنا ايه؟ وكمان انا الفيلم في اطاره العام الى حد ما جيد. ما انت داخل محمد رمضان هتشوف ايه؟ سعد زغلول يعني لا يا استاذ ايمن، عبد الله النديم، وصوره من صور البلطجه والافيهات الغير لطيفه. احنا بنصدر ايه لشبابنا وبنصدر ايه لمجتمعنا وبندي صوره ليه عن مجتمعنا المصري ان هو صوره من البلطجيه والقتله؟ وازاي في اخطر من كل ده ان صفوه المجتمع بيتسلوا، يعني انا مش عايز احرق الفيلم، ان كمان مصدرين ان صفوه المجتمع والكريم شانتيه بتاع المجتمع بيتسلوا بقتل الافراد الناس الغلابه في المجتمع. يعني انت مصدر لي ان الخمره شيء اساسي في حياه الناس الصفوه، مصدر لي مشاهد عنف،
مصدر لي ان الشرطه بتتعامل مع المجرمين وتتستر على الجرائم، مصدر لي كمان ان صفوه المجتمع كل دورهم في الحياه ان هم يتسلوا بالناس الغلابه. طيب انا بشكرك قبل ما نشوف الحادثه